السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله. في هذا الفيديو بإذن الله تعالى سوف نتحدث أو سوف نجيب عن أكثر الأسئلة المنتشرة والمكررة حول بيلاروسيا. السؤال المكرر تقريبا أو الأسئلة المكررة تقريبا عن بيلاروسيا راح تكون كلها إن شاء الله بفيديو واحد، وإذا نسيت شيء أو في أسئلة أو سؤال بخطر على بالك عن بيلاروسيا وما جاوبته بتترك له إياه بالتعليقات، وإن شاء الله إما بجاوب بالتعليقات، وإذا كانت الأسئلة كثيرة ممكن نعمل فيديو رقم 2 في الإجابة وتوضيح أكثر وتفصيلي عن بيلاروسيا. السؤال الأول والمكرر دائما يعني بكون السؤال مكرر، ما عندي سفارة، كيف بدي أجيب دعوة؟ يعني كل شيء هذا بخصوص موضوع السياحة بالتحديد، كيف ممكن أجيب دعوة؟ احنا حكينا قبل في فيديو خاص بهذا الموضوع بالتحديد، فراح اجاوب ان شاء الله عليه بسؤال او بجواب قصير جدا، وان شاء الله بحط الفيديو كمان اللي هو التفصيلي في اسفل هذا الفيديو او في الوصف حتى اللي ما شافه يشوفه، حتى تقدر تيجي على بيلاروسيا. اذا كنت انت من البلاد اللي هي غير الدول الخليجية اللي سمحوا لها مؤخرا ب 30 يوم دخول بيلاروسيا بدون فيزا، بالإضافة إلى لبنان اللي هو تقريبا لازم يكون معه شنغن حتى يدخل بيلاروسيا، بيلزمك دعوة. المقصود بالدعوة أنه لازم تكون هذه الدعوة من جهة رسمية في بيلاروسيا، خاصة الدعوة السياحية لازم تكون من شركة سياحية بيلاروسية. الشركة السياحية البيلاروسية حتى تعطيك الدعوة للجنسيات اللي بتطلب أو متطلب منها دعوة حتى تأخذ الفيزا في المطار لازم يكون الدفع مسبق 100%، وإلا المطار ما بيختمش عليهم على الدعوة، بقول لهم مع السلامة، لأنه أنتوا مش الشاب أو الشخص أو الإنسان أو السائح اللي بدي يجي مش دافع 100% عن اللي هي الخدمات اللي راح تقدموا لهم إياه. ليش هاي الأشياء؟ لأنه بسبب المشاكل أحيانا مثلا بيجي وبحاول مثلا يهرب ولا بحاول يعمل أي شيء، فهذا بالنسبة لهم هذا تفسيرهم لهذا الموضوع. فالمطلوب مثلا إذا أنت بدك تيجي سياحة على بيلاروسيا، الدعوة قلنا منطلعها من أي شركة سياحية، لازم تدفع أنت بشكل مسبق 100% عن الخدمات إذا أنت ناوي تيجي على بيلاروسيا سياحة. بعد ما تأخذ الدعوة الشركة السياحية بتأخذ هذه الدعوة بتروح على المطار بتختمها من المطار. ختم المطار المقصود فيه إنه أنت يحق لك تأخذ الفيزا بالمطار، هذا المقصود. يعني إذا حدا بعث لك دعوة بدون خاتم المطار معناته ما يحق لك تأخذ الفيزا، ولا يمكن أصلاً إنك إيش تقدر تيجي على بيلاروسيا، حتى الطيران نفسه ما بطلعك إذا ما كانش مختوم ختم المطار. أوكي، هاي نقطة توقع اتفقنا عليها. الأشخاص اللي ما عندهم سفارة، ليش إحنا نحكي عن المطار؟ المطار هو نفسه كأنه قنصلية للناس اللي ما عندهم مش قنصلية. يعني أنت في دولتك ما فيش سفارة بيلاروسية أو قنصلية بيلاروسية، يحق لك تأخذ الفيزا في المطار في حالة وجود الدعوة. حسيت حالي طولت كثير، شكله صار فيديو عشان سؤال واحد، بحاول إن شاء الله اختصر في الأسئلة اللي بعدها. سؤال رقم 2 برضو كمان بخصوص موضوع السياحة، شو هو أفضل طيران أجي فيه، وكيف ما أجي، وكيف ممكن ما يعني أجي، شو الأشياء المتعلقة بموضوع الطيران. أنا بحاول أسرع عشان كده في شوية خربطة حتى الفيديو ما يكونش طويل. الطيران أفضل طيران اللي بيجي هنا اللي هو الاتحاد والتركية، طبعا هم غاليات مقارنة مع يعني مثلا الأوكراني. مثلا الأوكراني ممكن تيجي، بس يفضل أنك أنت قبل ما تروح أو قبل ما تطير عليه تقول له حالتك، تتصل معهم أو تبعث لهم بريد إلكتروني أنه أنا راح أروح على بيلاروسيا معي دعوة أو بدون دعوة. يعني مثلا أنا أقصد بدون دعوة للناس اللي بتحق لهم يدخلوا بيلاروسيا 30 يوم بدون دعوة، اللي هو الدول الخليجية بالإضافة لمواطنين لبنان إذا كان معهم شنغن. في هاي الحالة بشوف أنا اللي هو الإماراتي والتركي والأوكراني هم أفضل وأرخص طيران وهم المتوجهات، بالإضافة للطيران البيلاروسي نفسه مع أنه مش بكونش بكل الدول. نقطة مهمة جدا، اللي بده يجي على بيلاروسيا ما يجي عن طريق روسيا ولا بأي حال من الأحوال، إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان معه فيزتين لبيلاروسيا وفيزا لروسيا، لأنه ممنوع يجي عن طريق روسيا إذا بده يجي على بيلاروسيا ويأخذ الفيزا، أو حتى الناس المسموح لهم
يدخلوا بيلاروسيا بدون فيزا لمدة 30 يوم، يعني لازم مباشرة وحصرا يجي على المطار يأخذ الفيزا. السؤال اللي بعده، ما هو السؤال اللي بعده بخصوص برضو موضوع السياحة؟ التأمين الصحي بيسألوا من وين نجيب التأمين الصحي، هل نجيب من نفس البلد أو لا؟ تقدر أنت تجيبه بالمطار، المطار سعره رخيص جدا يعني مقارنة مع التأمين، مثلا تشتري تأمين دولي سعره باليوم تقريبا واحد يورو أو واحد يورو ونص تقريبا بيطلع كذا سعره يعني. فيفضل أنك تشتري من المطار على الطابق الأول، بيكون في هناك مكان مكتوب حتى بالإنجليزي وبالروسي بيكون مكتوب التأمين. برضو كمان على موضوع السياحة، كثير في ناس بيسأل شو أهم الأماكن السياحية، وين أروح، وين أجي، في مطاعم عربية ما فيش مطاعم عربية. هذه الأسئلة يعني بدها فيديو لحالها صراحة، أنا كنت حكي فيه قبل، برضو كمان راح أحط لكم الرابط تحت هذا الفيديو اللي هو هل بيلاروسيا تصلح للسياحة أو لا تصلح، تشوفوا برضو كمان تحت هذا الفيديو بإذن الله تعالى. هذا تقريبا أكثر الأسئلة اللي بتكون بخصوص موضوع السياحة. نيجي على موضوع ثاني اللي هو موضوع الدراسة. كثير من الطلاب بيسأل هل جامعات بيلاروسيا معترف فيها، هل جامعات بيلاروسيا كيف بدي أحكي لك أنه مثلا معترف فيها عالميا، هل صعبة هل سهلة؟ هاي الأسئلة اللي بيسألوها الطلاب اللي بناوي أو اللي بفكر يجي على بيلاروسيا، هل هي مثل روسيا، هل هي مثل أوكرانيا أو كذا. الجامعات البيلاروسية عمليا معترف لأنها وشي هنا، مثلا بدي أحكي عن الجامعات الطبية والهندسة، طبعا الجامعات الأداب قليل أو من النوادر أنه حد يجي يدرس أداب، لأنه أتوقع في الدول الموجودة أو اللي أنت موجود فيها بتكون الأداب يعني مش هذيك الصعوبة، وأنه رخيصة مقارنة مع مثلا على الطب أو الهندسة او الاي تي. هاي اكثر تخصصات بيجوا على بيلاروسيا اللي هي الهندسه والطب والاي تي. لو خدنا الجامعات الطبيه عندنا اربع جامعات رئيسيه معظمها معترف فيها بكل يعني بكل دول اوروبا، مثلا بكل دول امريكا اللاتينيه وكل الدول الاوروبيه العربيه معظمها معترف فيها، حتى انت تتاكد لانها حكوميه، هي جامعات حكوميه، وحتى انت تتاكد انت تكون يعني كيف مقتنع انت قبل، المفروض انت قبل ما تيجي بغض النظر هل هي معترف مش معترف، انت بنفسك تراسل مثلا شركه او تراسل تراسل وزاره التربيه والتعليم العالي في البلد اللي انت موجود فيه، تسالهم انا راح ادرس مثلا في الجامعه الفلانيه اسمها، تعطيهم يفضل تعطيهم اسمها باللغه الانجليزيه مش بالعربي، وتقول انا راح ادرس بهذه الجامعه، هل الجامعه هذه معترف فيها او لا. بشكل عام مثل ما حكيت معظمها معترف فيها بالدول العربية، فيفضل أنت منك أنت تأكد بنفسك أفضل، وهذه مش وظيفة واحد عايش في بيلاروسيا يعرف كل دول العالم هل هو معترف فيها أو مش معترف، هذا الشخص اللي بيهمه هو المفروض يبحث عن هذه المعلومة. سؤال كثير برضو بتكرر بخصوص الدراسة والجامعات في بيلاروسيا، هل بيلاروسيا بتعطي منح؟ للأسف الشديد بيلاروسيا ما بتعطي منح للطلاب، وما فيش منح للطلاب، يعني بيلاروسيا مش دولة مثل مثلا الدول العظمى اللي عندهم فلوس مش عارفين وين يروحوا فيها، مش لهذه الدرجة، عشان كده ما فيش منح، أو ممكن يكون فيه بس نوادر جدا يعني تبادل ثقافي أو كذا بينهم الدول يعني، بس يعني مثلا أنه حد يقدم وشوف له مقعد منح، هاي الأشياء مش موجودة، إن شاء الله تكون في الأيام الجاية تصير موجودة. شو كمان بخصوص الدراسة، في ناس بيسألني مثلا شو أفضل جامعة، هل جامعة مثلا مينسك، هل جامعة حكومي، هل جامعة فيتيبسك الأفضل؟ صراحة الدراسة بكل العالم حتى مش في بيلاروسيا بتعتمد رقم واحد على الطالب، يعني أنت كيف أنت طبيعتك، يعني ممكن يكون طالب دارس في أفضل الجامعات ومستوى صفر، والعكس أنه طالب يكون دارس يعني الفكرة وين، الفكرة أنه بتعتمد على الطالب. هلا الجامعات مثلا لو أخذنا الجامعات الطبية بالتحديد، الجامعات الطبية في بيلاروسيا كل شهادتهم واحدة بتطلع من وزارة الصحة، يعني الشهادة هي واحدة بس بكون انه مكتوب اسم الجامعة، وبعد ما تخلص بنحط في ختم اسمه ايبوستيل او ايبوستيل اللي هو ختم الاعتراف بين الدول، معظم الدول الاوروبية موجود هذا الختم، بالاضافة لأتوقع الدولة الوحيدة العربية اللي هي عمان موجودة من ضمن هذه اللي هو الاعتراف المتبادل بين الدول مباشرة اذا تواجد هذا الختم، أو تسهيل الاعتراف بهذه المواضيع. هذا بالنسبة
للجامعات. كمان كنت برضو حاكي في فيديوهات سابقة، إن شاء الله أنا راح أجمع كل الفيديوهات اللي بنحكي عنهم في أسفل هذا الفيديو. في كمان اللي هو شو المتطلبات للدراسة. إذا أنت جاي تدرس بكالوريوس أمرك سهل جدا، ما فيش فيه أي تعقيدات. المتطلب منك اللي هو شهادة الثانوية العامة أو البكالوريا اللي هو آخر صف بالمدرسة، اللي هو أهم صف يعني، وصورة من جواز السفر. هذه المتطلبات الوحيدة حتى تطلع أنت أو يطلعوا لك اللي هو دعوة طلابية طبعا. شو بالنسبة برضو أسئلة عن الدراسة؟ هل الدراسة بالإنجليزي موجودة أو مش موجودة؟ الدراسة بالإنجليزي في الجامعات الطبية معظمها موجود، الاي تي موجود بالإنجليزي، الهندسة لا مش كلها موجودة. يعني مثلا في أهم جامعة عندنا البي أن تو اسمها، معظم الدراسة فيها بالروسي خاصة للأربع سنوات الأولى أو البكالوريوس. التخصصات الفرعي الماجستير أو الماستر في بعض التخصصات بيكون موجود وبعضها مش موجود. وهو أسهل شيء اللي هو البكالوريوس في هاي الأشياء، إنه الأمور سهلة وأنت أول ما بتبدأ. بس المشكلة وين؟ في الماجستير. الماجستير بيلزمك اعتراف إنه يتأكدوا من شهادتك أنت من وين جيبها. إذا أنت جاي تدخل الماجستير سواء طبي غير طبي، هاي الأشياء لازم يتأكدوا منها. مثل ما حكينا الماجستير معظمه موجود بالإنجليزي. هذا بالنسبة للغة الإنجليزية. غير هاي المواضيع بخصوص الدراسة، طبعا أنا ما حضرتش، المفروض حضرت ورقة، بس أنا ذاكر الأسئلة من كثر ما بتنطرح أو تتكرر يعني. في كمان برضو اللي هو بخصوص الدراسة، الأسئلة المتعلقة بموضوع الدراسة يعني، بيسألوا هل مسموح للطالب أنه يشتغل أثناء الدراسة؟ للأسف بالقانون البيلاروسي لا يحق للطالب أنه يشتغل أثناء الدراسة، هذا يعني قانون ممنوع يعني الشغل مع الدراسة، هذا قانون البلد كذا. كمان بيسألوا مثلا هل البلد أمان؟ طبعا أنا حكيت في فيديوهات كثيرة ومش بس أنا، كل العالم بيجي هنا لو بيجي مرة واحدة بياخذ نظرة خلاص البلد، أنه البلد أمان طبعا جدا والحمد لله. بخصوص هل البلد رخيصة أو غالية؟ البلد أنا في فيديوهات متعمد كنت أشتري أغراض حتى أنت تشوف بعينك وتقارن ببلدك، لأنه شغلة الأمور أنه غالية أو رخيصة هذه نسبية يعني، ممكن يكون واحد وضعه تمام الحمد لله وضعه يعني توب، بالنسبة له شيء في البلد رخيصة جدا، والعكس واحد وضعه يعني سيء أو غير مقتدر وبالنسبة له شيء في البلد غالي جدا. فحنا نقارن الأمور. أنا بحاول حتى إن شاء الله في الأيام القادمة كمان أعمل فيديو جديد لأنه الفيديوهات قديمة عن أسعار المعيشة برضو، كمان مرة كم بتكلف الشقة أو كم كذا، بس يكون فيديو يعني بشكل عام. وتقيس أنت بميزانيتك كما يقال. هذا بخصوص أنه المعيشة هي الغالية أو رخيصة. يعني لو نأخذها مثلا مقارنة على سبيل المثال بأوروبا، لا طبعا رخيصة جدا يعني، لا تقارن خاصة السكن أو الشقق. طبعا أنا بحكي الآن عن المدن غير عن العاصمة. العاصمة طبعا شوي غالية، أو مثل ما حكيت الأمر نسبي يعني، في ناس بالنسبة له عادي طبيعي جدا وفي ناس يقول لك لا غالية. هذا بالنسبة للمعيشة أو بالنسبة لأن هل هي رخيصة أو غالية. كمان في بالنسبة لي سؤال اللي هو هل تنصحني أن أأتي إلى بيلاروسيا، خاصة اللي بيقول لك أنا بداجي واستقر وعندي رأس مال وبدي أحاول أستثمر وكذا. هذا الأمر طبعا ما أقدرش أنا أقول لك تيجي أو لا، أنت المفروض أنت تكون أنت مقرر ليش يعني، تأخذ تحاول تأخذ سلبيات وإيجابيات البلد بالنسبة لك، هل هي مناسبة ومش مناسبة. أنا أقدر إن شاء الله أفيدك بالمعلومات اللي هي يعني بتهمك في حاجات أنت ما بتعرف عن البلد، أقدر أفيدك إذا هي تتقرر بناء على المعلومات اللي عندي اللي عند غيري، تبحث في الإنترنت، تحاول تيجي أنت كمرة يعني بنفسك، أنت تشوف ما تحكمش من بعيد يعني، وتشوف كيف البلد بالنسبة لك هل هي مناسبة أو لا. شو كمان بالنسبة لموضوع الاستثمار؟ أسئلة كثيرة كمان تنطرح، هل ممكن 5000 أفتح لي مشروع، هل ممكن 10000 أفتح لي مصلحة مثلا، 50 100 200 كذا، كل واحد بيحكي لي بشكل يعني، كل واحد بيحكي
ميزانية تبعته. طبعا هذا بيرجع انت لك كشخص انت شو بدك تفتح. الاسعار هنا شوية بتختلف، ممكن تكون عند دول اوروبية ممكن تكون ارخص من دول اوروبية، وخاصة انه البيلاروس ما بيطلبوش اللي هو رأس مال معين. يعني البيلاروس والقانون البيلاروسي الى الان ما بيطلبش مثلا حتى تفتح شركة لازم يكون عندك مثلا 20,000 دولار او 15,000 يورو او 10,000 او كذا. هاي الاشياء مش مطلوبة، ان شاء الله بتبدأ الشركة انت بالدولار واحد ما فيش اي مشكلة عندهم، ما فيش هذا القانون لسه مش موجود بهي بهي النقطة. يعني هذه النقطة تعتبر إيجابية. بالنسبة للضريبة، الضريبة تقريبا 20% بتطلع. هو أنواع أصلا لدفع الضريبة، أنواع الشركات حسب شو نوع الشركة. الضريبة تقريبا بتطلع 20% على الأشياء اللي أنت بتجيبها. شو في موضوع مهم اللي هو أنه بقول لك شو أستثمر، شو ممكن بيلاروسيا الأشياء المهمة فيها. راح أعمل إن شاء الله فيديو بشكل تفصيلي عن أكثر الأشياء اللي ممكن انت تستثمرها او تستفيد منها في بيلاروسيا، والامور او الاشياء المهمه في الاستثمار المفروض انت تبدا في عمل انت بتعرفه وتفهم فيه. افضل ما حد يبدا في شغله انا ما بعرفهاش. يعني معظم يعني مثلها مثل اي بلد في العالم، رقم واحد اتوقع في الاستثمار اللي هو العقار، يعني الابن البار كما يقال. العقار هنا ممتاز جدا، بس شو مشكلته؟ شوي غالي في العاصمه. يعني لو ناخذ مثلا العاصمه تقريبا ممكن الشقه تكون 50-60 ألف تبدا من هاي المبالغ وانت طالع بفوق. يعني كل ما جيت انت على جهه السنتر وسط المدينه او المركز المدينه كل ما طارت الاسعار فوق بتوصل لنص مليون. شو اللي استفاد او انت شو بتستفيد انت من العقار في بيلاروسيا؟ وهل هو تقدر انت تقارنه برضو بالبلد اللي انت فيها؟ يعني انت لو شريت هذا العقار مثلا، نقول مثلا على سبيل المثال لو اخذنا شقه 100,000 دولار مثلا في البلد اللي انت موجود فيه، لو شريت هذه الشقه بشو ممكن تاجرها في البلد اللي انت موجود فيه؟ يعني لو اخذنا مثلا على سبيل المثال لو اخذت انت شقه في مينسك، اقل سعر ايجار في مينسك في العاصمه انك انت تاجرها، انا اقصد الايجار اللي هو اليومي انك تاجرها يومي، اقل ايجار تقريبا 20 دولار. يعني هذا اقل ايجار من 20 دولار واطلع باليوم. فانت احسب قارن بالبلد اللي انت فيها، البلد اللي بدك تستثمر فيها، هل هذا السعر رخيص او لا؟ يعني متوصل الشقه في شقق بوصل 170-180 حسب انت كيف تعمل الشقه. اذا شقه فيش فيها شيء يعني فيها تخت وكذا وشيء بسيط ممكن 20 دولار. اذا انت الشقه بتعملها سوبر لوكس او تعملها جيده يعني 40 دولار 50 60 حسب انت وشقتك ومكانها. طبعا المكان بيلعب دور كبير في هذا الموضوع. هذا بالنسبه للتاجير اليومي. التاجير الشهري هنا ما فيش تأجير طبعا سنوي في بيلاروسيا، تأجير دائما شهري هنا. التأجير الشهري تقريبا لو أخذنا هالشقة العادية قول 250-300، هذه إذا كانت على أطراف المدينة وشقة يعني وضعها مش تعبان يعني شوي ممكن واحد يعيش فيها. أما الشقة الجيدة وكل شيء موجود فيها وهذا ممكن تبدأ من 400-500-600-700 حسب اللي هو المكان الموجود فيها الشقة، حسب مساحتها طبعا بتلعب كمان دورها كم غرفة، شو موجود فيها عند المواصلات، قريبة من المترو بعيد عن المترو، هذا كله أمور برضو مهمة. ميزات العقار كنا حكين برضو فيديو شو ممكن من تستفيد منه شو ممكن ما تستفيد منه برضو منه إن شاء الله بكون كله تحت هذا الـ هذا الـ البطيخ الأصفر. شو بالنسبة لي موضوع مهم برضو هو المفروض حكيت عنه أول شيء اللي هو موضوع الزواج. هذا السؤال بيتكرر بشكل يعني مش شبه يومي، يعني في اليوم بتجينا أسئلة يعني كثيرة جدا عن هذا السؤال. أنا عندي مثلا كذا بدي أجي أتزوج وكذا مش عارف إيش، وأنا عندي مش عارف بدك تساعدني وأجرك ومش عارف إيش. هاي الموضوع مش بهذه السهولة مثلها مثل أي شغلة يعني بالعالم. ما فيش حدا يقول والله أنا بدي أجي يوم يومين وهذا بدي أتزوج وساعدني ومش عارف ايش وكذا. وهذه الامور كيف هذه الامور صعبه جدا، يعني هذه الامور انت لازم تيجي بنفسك وانت اللي تدور وانت اللي شيء. وهل هم بيحبوا العرب بيحبوش العرب مش عارف. يعني موضوع الصراحه صعب جدا انه نحكي فيه. يعني بالنسبه لهم اشخاص عاديين مثلهم مثل اي بلد. يعني اذا لقيتوا شو اسمه كبسه مبروسه او شيء زيك يعني نقطة تواصل أو يعني من طرفين يعني أنه ممكن ما فيش أي مشكلة. يعني الموضوع كيف
حسب الشخص، بيرجع للشخص طبعا. هنا تزوج مثلا، تعرف اليوم تزوج بعد اسبوع او اسبوعين، هنا صعب جدا. ممكن تكون موجود للناس اللي كبار بالعمر، بس بشكل عام يعني مش بهذه السهوله والامور. انه تقولي والله بدي اجي مثلا بعد شهر ومش عارف ايش وبدي اشوف وكذا، هذا الشغل صراحه انا بشتغلهاش ولا عمر اشتغلت، وانا مش عارف مش مستوعب اصلا كيف بتكون هي الامور. فرب نوفق الجميع ان شاء الله، يختار لكل واحد الانسب والافضل بهاي المواضيع. هذا بالنسبة لموضوع الزواج، اللي طبعا ما حكيتش فيه شيء لأنه مش عارف شو بتحكي فيه صراحة. بيسألوني كثير عن متطلبات الزواج، هذا ممكن أفيدكم فيها، اللي هو شو المطلوب حتى الواحد يسجل الزواج تبعه في بيلاروسيا. مطلوب ترجم الجواز تبعه، لازم يكون معه مترجم، ورقة عدم محكومية، ورقة اللي هو أنه مش متزوج من قبل، وبس. والله أعلم، هذه الأشياء المطلوبة ولا هاي الأشياء الشغلة. غير هاي المواضيع بيسألوا هل الأجنبي حق له يتملك في بيلاروسيا أو لا. نعم، يتملك الأجنبي مثل البيلاروسي، ما عاد الأرض لا حق له التملك، إلا في بعض الأرض بكون إذا كانت خاصة ممكن يتملك. السيارات ممكن يتملك ما عند بدون أي مشاكل. توقع بس. في ان شاء الله في مره جايه، في المره القادمه بحاول اكون ملخص الاسئله تلخيص للناس اللي بتهمه باذن الله تعالى، وبجاوبكم عليها ان شاء الله. اتمنى انه لو استفدتوا لو من سؤال واحد، واذا ما استفدتوا حاولت انا اتذكر الاشياء اللي بتنطرح وافيد الجميع ان شاء الله. واذا عندك انت سؤال ما جاوبت عليه انا او نقطه مش واضحه، حاول اكتبها في التعليقات. وان شاء الله تعالى ربنا يوفق الجميع ويختار لكل واحد الانسب والافضل له بالدنيا والاخره. وهيك بستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.